السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم غردة اسمها غردة الإكس اللي هي علامة الفيه. بنحتاج خيط صوف، طبعا بتعمل بخيط صوف أو قط، بتستعمل حاجات كتير جدا، بتعمل شال أو كوفية أو جاكيت أو كوفيرتا، يعني ليها استعمالات كتير. بنستعمل الإبرة طبعا حسب سمك الفتلة. بنعمل أول حاجة عقدة البداية، بنعمل عدد من السلاسل، مش متأيدين بعدد معين طبعا على حسب المقاس اللي بنعمله. انا هنا هعمل عينة مثلا عدد معين من السلاسل، بالشكل كده عملت سلسال كده. بيجي احط صابعي عند اول سلسال، وبعد كده بعمل 5 سلسال، 1 2 3 4 5. انا هنا هعملها بعمود بلفتين، فبعمل 5 سلاسل، وباجي عند السلسال اللي انا حاطه صبعي عنده باخد لفه، وباخد باخد بعمل عمود بلفتين، بس مش هعمل عمود بلفتين كده، هخش هاخد عمود بلفه وادخل بطلع منه 3 مرات، عشان هطلع مره تانية من حلقه، مره من حلقتين، مره من 3 حلقات، وتجيني كده العمود يبقى عمود متماسك بالشكل ده. ده عمود بلفتين، بدل ما اعمل لفتين كده على الابره، انا بدخل عمود باخد لفه وبدخل عمود بلفه وبطلع منه 3 مرات، باخد لفه وبرجع. انا عملت كده 5 سلاسل، عملت في السلسال اللي كنت حاطه صبي عنده عملت عمود بلفتين، باخد لفه وبرجع على سلسال من الخمسه اللي انا عاملاهم، وال4 سلسال الباقيين هيبقى كده بمثابه عمود بلفتين. يبقى انا هاخد لفه وارجع على سلسال من الخمسه عشان اعمل على الغرزه بتاعتي، برجع السلسال اللي قبله على طول، وبطلع من حلقه، بطلع من حلقتين، بطلع من الحلقه الثالثه. ده شكله علامه الفي، حرف الاكس. باخد لفه بروح للسلسال اللي بعده بسيبه، يعني بفوت سلسال وبعمل في السلسال اللي بعده عمود بلفه بطلع منه 3 مرات، بطلع من حلقه، بطلع من حلقتين، بطلع من حلقتين 3 مرات. ده عمود بلفتين، باخد لفه وارجع على نفس السلسال اللي انا فوتته اعمل فيه عمود بلفتين، باخد لفه وادخل، اطلع من حلقه، اطلع من حلقتين، اطلع من حلقتين. يبقى انا كده بطلع عمود بلفتين، بطلع منه 3 مرات، ودي شكل الغرزه حرف الفي. باخد لفه وافوت سلسال وادخل في السلسال اللي بعده واعمل عمود بلفتين، بطلع من حلقه، بطلع من حلقتين، بطلع من حلقتين. يبقى كده طلعت 3 مرات. باخد لفة وارجع على السلسال اللي انا فوتته وبدخل فيه اعمل حرف الفي، باخد لفة واطلع من حلقة، بطلع من حلقتين، بطلع من حلقتين. يبقى كده العمود بلفتين، وافضل شغالة كده لحد نهاية السطر بالطريقة دي. اخد لفة، بفوت سلسال، فوت سلسال، واشتغل في السلسال اللي بعده، بطلع من حلقة، بطلع من حلقتين، بطلع من حلقتين. كده العمود بلفتين، باخد لفة وارجع على السلسال اللي انا فوتته، باخد لفة وارجع على السلسال اللي انا فوتته، بدخل بطلع من حلقة، بطلع من حلقتين، بطلع من حلقتين. ده شكل الغرز. باخد لفه وافوت سلسال بعدي وادخل في السلسال اللي بعده، واطلع من حلقه، بطلع من حلقتين، بطلع من حلقتين. باخد لفه وارجع على السلسال اللي انا فوتته، اروح داخله فيه واطلع من حلقه، باخد لفه وادخل في السلسال اللي انا فوتته، واطلع من حلقه، واطلع من حلقتين، واطلع من حلقتين. وافضل كده شغاله بالشكل ده لنهايه السطر. هخلص السطر وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر بنفس الطريقة كده، مش جايب الغرزة للآخر، بيجي آخر سلسال هيقابلني، بروح واخدة لفة وعاملة عليه عمود بلفتين، بطلع من حلقة، بطلع من حلقتين، بطلع من 3. يبقى أنا كده نهاية السطر عمود بلفتين.
يبقى الغرزة بتاعتنا هي حرف ال V، واخر حاجة اخر سطر اخر جلسة هيقابلني بعمل عليه عمود بلفتين عشان يبقى البداية زي النهاية. هنا ارتفاع 3 4 سلاسل بمثابة عمود بلفتين، يبقى هنا السطر انتهى عمود بلفتين. برتفع 4 سلسال، 1 2 3 4، واخد لفة وارجع ادور الشغل، وهيقابلني اول الغرزة هي العمودين هم بتوع الغرزة. بفوت اول عمود يعني حرف السلسال بسيبه، بدخل على حرف العمود التاني وبعمل عمود بلفتين، بطلع من حلقة بطلع من حلقتين بطلع من 3 حلقات، وباخد لفة وبرجع على السلسال اللي انا فوتته على حرف الغرزة، برجع تاني عليه، برجع بطلع من حلقتين بطلع من حلقتين بطلع من حلقتين بالطريقة دي كده. هيبقى الغرزة فوق بعض، حرف الاكس فوق بعض، باخد لفة هتقابلني الغرزة اللي بعديها، هفوت اول سلسال وادخل في التاني واطلع من حلقة واطلع من حلقتين بطلع من حلقتين نعمود بلفتين، واخد لفة وارجع على السلسال اللي انا فوتته، اطلع من حلقة اطلع من حلقتين اطلع من حلقتين. ده شكله كده، وهفضل طبعا ماشي نص كل الغرزة بالطريقة دي، وهطلع بيها كل الشغل كده، كل الغرزة هتبقى فوقيها غرزة. هفوت سلسال واروح للي بعده، باخد لفة وبرجع بدخل في السلسال واطلع من حلقة بطلع من حلقتين بطلع من حلقتين، باخد لفة وارجع على السلسال اللي انا فوتته، واطلع من حلقة بطلع من حلقة حلقتين بطلع من حلقتين. ده كده العمود بلفتين، وهفضل ماشية كده لنهاية السطر. تقابلني الغرزة هستفوت سلسال واروح للسلسال اللي بعده، اطلع من حلقة اطلع من حلقتين اطلع من حلقتين، عمود بلفتين، باخد لفة وارجع ادخل في السلسال اللي انا فوتته على حرف الغرزة ده، وادخل اعمل اسحب العنفل 3 في 3 على الابرة، بطلع من حلقة بطلع من حلقتين بطلع من حلقتين. ده شكلها، مش بغير حاجة فيها، بفضل رايحة السطر كله، والسطر اللي بعديه برتفع 4 سلسال وبعمل نفس الطريقة على حرف، بسيب اول سلسال وبدخل على الحرف السلسال التاني اللي هو فوق الغرزة على طول، يبقى الغرزة فوقيها غرزة الغرزة فوقيها غرزة، باخد لفة واروح السلسال اللي بعد بفوته واروح اللي بعده، واطلع من حلقة اطلع من حلقتين اطلع من حلقتين، باخد لفة وادخل تاني السلسال اللي قبله اللي انا فوتته، واطلع من حلقة اطلع من حلقتين اطلع من حلقتين. شكرا. وكده غرزتنا ده شكلها بعد ما خلصتها، ده احنا شايفين الظهر زي الوش مفيش اختلاف، نمشي الغرزة فوق الغرزة، الظهر زي الوش. ان شاء الله تعجبكم وتنفذوها، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا كومنت ولايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.